أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى سورة الشمس هذه المادة التي يقول الله تبارك وتعالى في مطلعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. قلت لكم في بداية دروسنا في التفسير قلت لكم دائما الواو، هذه كلمة الواو إذا وردت في مطلع أي سورة المراد بها واو القسم. والله تبارك وتعالى هنا كما أقسم هناك بالبلد وأقسم بالبلد الأمين وأقسم بالوالد وما ولد وغيرها، وكما أقسم هناك بالسماء والطارق وغيرها، هنا أقسم بالشمس وضحاها. الشمس يا إخواني الكرام كلنا يعرفها، ذلك الكوكب العظيم الذي يشرق علينا كل صباح ويغرب علينا كل مساء. منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الأرض إلى أن يرثها وهو في تنظيم مستمر وتدقيق لا يتقدم ولا يتأخر أبدا، إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى للشمس فتريد أن تشرق صباحا فيحبسها. راهي منظمة دائما تشرق في الصباح وتغرب في المساء إلى أن يصل اليوم الموعود الذي يأذن فيه الله تبارك وتعالى بأن يدمر هذا العالم تدميرا كاملا. لما تجي تشرق في الصباح يقول لها ربي سبحانه، يأذن للملائكة يقول لهم خلوها ما تشرقش. وباش تشوفوا يا إخواني الكرام بالك الفلكيين يقولون لكم على أن هذه الشمس والقمر تسيران في أفلاك مسيرة تنظيما دقيقا ليس لها علاقة بما يدبرها. هذا كله كلام كذب، بل صحيح الشمس والقمر يا إخواني الكرام تمشي كما قال الله تبارك وتعالى تجري، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل واحدة راهي تمشي في الفلك تاعها لا تتقدم ولا تتأخر ولا تصطدم مع غيرها. إذن هناك تنظيم دقيق لا يعلم دقته إلا الله تبارك وتعالى في هذا الكون الذي يعني أعظم مظهر للكون هذا يتجلى في الشمس والقمر. فهمنا كيف؟ لأن للشمس والقمر تأثيرات عظيمة على وجه الأرض، وحتى أن العلماء قالوا وهذا يعني شيء مسلم به على أن أساس الحياة، صحيح أساس الحياة هي نرجع إحنا المؤمنين أساس الحياة لله تبارك وتعالى، ولكن الأسباب التي بها الله تبارك وتعالى يتمم هذه الخليقة ويتمم هذه الحياة حتى تسير هي عنصران مهمان. العنصر الأول هو الماء والثاني هو الشمس. لو ما هو هناك شمس ما طيب لك فاكهة، ما يطيب لك زرع، ما طيب حتى حاجة، والجلد تاعنا هذا يبقى مهلهل ما ينفع والو، لأن الجلد تاع بنادم يحتاج إلى طاقة تاع الشمس تدخل فيه. فهمنا كيف؟ يحتاج للبيت، فهمنا كيف؟ تدخل فيه الطاقة الشمسية حتى تنظفه وتحرق الميكروب والبكتيريا اللي تدخل مع الضباب ومع كما تقولوا انتم الرطوبة ومع الميديتي كما تسموها. فهمنا كيف؟ إذن الشمس يا إخواني الكرام لها يعني هي أهم
أهم شيء لهذه الحياة، سواء كانت الحياة البشرية أو كانت حياة المخلوقات أو حياة الحيوانات أو حياة النباتات، لا تتم إلا بعنصران مهمان لا أحدهما لا ينفك عن الآخر، وهو الماء وهو الشمس. فمن كيف؟ إذن الشمس هذه يا إخواني الكرام لعظمتها الله تبارك وتعالى أقسم بها، احلف بها ربي سبحانه. والشمس يا إخواني الكرام كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن لما يتكلم عن الشمس ويتكلم عن القمر، يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة الرحمن، يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. هنا يتكلم عن الإنسان وكيف علمه البيان وكيف علم القرآن، ثم يدرج مسألة الشمس والقمر ويقول هي بحسبان. إيش معنى بحسبان؟ يعني الله تبارك وتعالى جعل لها حسابا دقيقا منظما غاية التنظيم. فمن كيف؟ حتى أن العلماء تاع الفلك يقول لك الشمس لو قربت من العباد يعني من الدنيا، يعني قربت شوية على المدار تاعها ودخلت في نطاق الأرض يعني مسافة معينة الدنيا كلها تنحرق، وقالوا لو كان زيت تعلى غير شوية الدنيا كلها تصبح جامدة. فمن كيف؟ كل شيء يصبح ثلج وتصبح ثلوج متلجة لا يعلمها إلا الله. إذن المدار الذي عينه الله تبارك وتعالى الذي قال فيه وهو أصدق القائلين الشمس والقمر بحسبان. ما معنى بحسبان؟ كلمة حسبان تأتي في القرآن ويراد بها العذاب الشديد. فمن كيف؟ ينزل من الله تبارك وتعالى بحساب دقيق. ولكن كلمة حسبان هنا الذي ورد في صفة الشمس والقمر، والشمس والقمر بحسبان، يعني أن الله تبارك وتعالى لما خلقهما جعلهما يدوران في أفلاك معينة تسير بحساب دقيق منظم غاية التنظيم والدقة. فمن كيف؟ كما قال ربي سبحانه في سورة ياسين، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الشمس ما يلزمش باش تلحق القمر تتخلط معاه، وكذلك الليل ما يلزمش يتخلط مع النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الأفلاك يا إخواني الكرام والنجوم التي لا يعلمها إلا الله، كل أثبت العلم والحديث أنها كلها لها مدارات معينة ولها أفلاك معينة تسير فيها، ولو كان الإنسان مثلا يشوفها بالمجهر ولا يعني يقدر لو يشوفها، ممكن الإنسان إذا كان ما هوش عالم كبير ممكن يدخ ويهبل. فمن كيف؟ كما أنت تشوف السيارات مثلا في طرقات كبيرة كما في أوروبا وغيرها، تلقى 10 طرق، هذه داخلة منها وذي داخلة منها، والقناطر فوق والقناطر تحت، وتلقى السيارات هكذا متداخلة في بعضها، تقول كيف ما تشتبكش السيارات هذه؟ فمن كيف؟ لأن الطرق منظمة والناس منظمين. فمن كيف؟ إذن هكذاك الله تبارك وتعالى هذه الأفلاك، هذا يعني مع تقريب المثال، وإلى الشيء تاع الله تبارك وتعالى لا يضرب له مثل ولا يوصف بالعقل. هذه النجوم اللي راهي موجودة في السماء وهذه الكواكب العظيمة، الله تبارك وتعالى جعل لها أفلاك تمشي فيها ومدارات تسير حولها فلا تتقرب ولا تتأخر. هذا التنظيم يا إخواني الكرام من يقدر عليه؟ لا يقدر عليه أحد إلا الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى هنا يلفت أنظار الناس، لأن كما قلت لكم كل الصور التي ورد فيها القسم كلمة الواو هذه التي تأتي في بداية الصور بداية الآيات، هذه الصور كلها مكية، وصورة الشمس هذه نزلت في مكة، كلها نزلت في مكة. وقلت لكم دائما أن الصور التي ورد فيها الحلف ورد فيها القسم من الله تبارك وتعالى ورد فيها إلفات النظر إلى ملكوت الله تبارك وتعالى وإلى مخلوقات الله تبارك وتعالى، هذه الصور كلها مكية.
فهمنا كيف؟ إذن من مميزات القرآن المكي على أنه يأتي فيه القسم ويأتي فيها لفت الأنظار إلى مخلوقات الله تبارك وتعالى التي تجذب الإنسان إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. هنا الله تبارك وتعالى يقسم بالشمس حتى أن المشركين الذين كانوا يعبدون الشمس وغيرها يعلمون على أن الشمس ليست رب وإنما هي مربوبة مخلوقة لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى وحده الذي يتصرف فيها والذي يدبر أمرها، دائما تشرق ودائما تغرب. فلما يأذن الله تبارك وتعالى لهذا العالم أن ينتهي يأذن ربي سبحانه للملائكة يقول لهم خلوها ما تشرقش، هذا الصباح ما تشرقش. الناس لما ينظروا للشمس ما طلعتش الصباح، ينتظروها ذرك تطلع ذرك تطلع ما تطلعش، حتى ولو ينظروا وإذا واحد يقول له ما طلعت منا يا همنا كيف تطلع والعياذ بالله من المغرب. لماذا تطلع من المغرب يا إخواني الكرام؟ بدل ما تشرق من المشرق تشرق من المغرب على غير عادتها. هذا إذانا على أن العالم كان منظم يصبح غير منظم. همنا كيف؟ العالم الآن راه منظم، ربي سبحانه منظم، الشتاء يجي الصيف يجي الربيع يجي الخريف يجي، كلها دقة وتنظيم لا يعلمه إلا الله. ولكن لما يأذن ربي سبحانه باش ينتهي العالم واش يدخلها؟ يدخلها عدم التنظيم. لما تطل الشمس من المغرب دليل على أن النظام قد اختل في الكون، وإذا اختل نظام الكون انتهت الدنيا. لذلك ربي سبحانه يقول وجمع الشمس والقمر. هذا الشمس والقمر الذين هما مصدر الحياة على وجه هذه الأرض، الله تبارك وتعالى لما يأذن للحياة هذه أن تنتهي يجمع الشمس مع القمر. وفما بالكم إذا اجتمع كوكب يعني من العظمة بمكان مع كوكب ثاني ماشي شغل قنابل ولا شغل أشياء ما يصورها حتى واحد. فمن كيف الشمس تجري يعني جريان لا يعلمه إلا الله، والقمر يجري كذلك جريان لا يعلمه إلا الله، والأرض بين ذلك، الأرض بين الشمس والقمر داخلها في الوسط. فمن كيف؟ فإذا اجتمع الشمس مع القمر اجتمعت، وين الدنيا ذيك تروح؟ ترجع يا إخواني الكرام ترجع هباء منثورا. الدنيا كي تخلص ويتلم القمر مع الشمس وتتخلط وربي سبحانه يكسر الكون هذا كامل ويخربه، يصبح الآن كله يصبح كشغل الرمل. تصبح الدنيا كلها هذه الجبال والبحار وهذه الأشياء، هذه تصبح الدنيا كلها كأنها صحراء ممتدة من رمال لا ترى فيها أمتا ولا عوجا. تولي الدنيا على ما ترى عينك كلها مسلسة انت عرمل، لأن الحاجات لما تتكسر تكسير كبير تولي رمل، تولي فتات صغيرة تاع رمل. هكذاك الشمس مع القوة تاعها والنار اللي فيها، والقمر كذلك والأرض كذلك، ويتلموا كلهم ويتكسروا ويكسرهم ربي سبحانه باش تخلاص الأرض هذه، باش يبدل الأرض واحدة أخرى كما قال ربي سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبدل ربي سبحانه الأرض والسماء غير الأرض هذه وغير السماء هذه. لماذا يا إخواني الكرام؟ لأن الأرض هذه فهمنا كيف؟ لأن الأرض هذه يا إخواني الكرام قد عصي الله تبارك وتعالى عليها، عصاه ربي عليها صحيح، طاعوا فيها ربي وعصوا فيها ربي، ولكن عصيان الله تبارك وتعالى عليها أكبر من طاعة الله تبارك وتعالى عليها. فهمنا كيف؟ يعني اللي رم يعصوا ربي فوقها أكثر من اللي رم يعبدوا ربي فوقها، واللي بغى نطلعوا الحساب نطلعوا الحساب. إذا قارنا مثلا بيوت الدعارة وبيوت الخمر وبيوت الفساد اللي موجودة في العالم في الدنيا كلها مع المساجد، شكون أكثر؟ البيوت تاع الفساد اكثر. فهمنا كيف؟ اذا الارض هذه قد تلوثت، قد تلوثت يا اخواني الكرام، وقد دخلها الفجور وقد دخلتها المعاصي. لذلك الله تبارك وتعالى حتى الارض طهرها، يقول تبدل الارض غير الارض.
هذا الارض اللي عصاها ربي عليها ما يبغيش يشوفها يبدلها، فهمنا كيف؟ لان انت حاجه يعني تنفر منها وكذا وشفت فيها عندك معها تاريخ كبير، ادخل انا نبدلها في الارض كذا والدار نكسرها والبني دار اخرى باش ننسى الشيء اللي فات، فهمنا كيف؟ هكذاك الله تبارك وتعالى ينهي هذه الدنيا هذه كلها ويدير ارض جديده، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى لما يبدل الارض يبدل ارضا جديده لم يعصى عليها الجبار قط، فهمنا كيف؟ يدير ارض جديده ما عصاوها عليها ويخرج الناس جدد يحطهم فوقها، فهمنا كيف؟ اما هذا الارض اللي عصاوا ربي عليها ينهيها كما هي كي الناس كل شيء يخلص، فهمنا كيف؟ ما تصلح لا هي لا الناس لا الدبايب لا حتى شيء، كل شيء يخلص، وربي طلع ارض جديده وسماء جديده كل شيء تكسر، فهمنا كيف؟ كيما انت لما تبغي دار قديمه تبغي تنحيها ودير حاجه جديده تنحيها كل شيء، تقول حتى الخرده القديمه هذيك الحطب وذاك الشيء ما نحتاجوش، اعطيه للجلالين يدوه نبني كل شيء جديد، هكذاك ربي سبحانه لما ياذن ولله المثل الاعلى، لما ياذن باش ينتهي من الارض هذه ويطلع الناس الى الحساب ينهي هذه الارض وينهي هذه السماء ثم يبدلهما ابدالا جديدا على غير نسق سابق، فهمنا كيف؟ ما يخلقهمش على حاجة كما خلق بكري، لا يخلق ارض جديدة ما فيها لا جبال ولا بحر ولا واد، فهمنا كيف؟ الارض الجديدة اللي يخلقها على ما ترى عينك كلها صحراء، فهمنا كيف؟ ما فيها لا واد لا بحر لا حتى شيء، فهمنا كيف؟ وثم الشمس يا إخواني الكرام ولا شجرة ولا حجرة، كل شيء أرض ممتدة على ما ترى عينك أيها الإنسان، ثم الله تبارك وتعالى يأذن للعباد أن يخرجوا لما ينفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الثانية فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرج الناس هذو من القبور يلقوا الأرض من الزلزة يخرجوا بدأوا يخزروا، ما يلقى لا شجرة ولا حجرة ولا جبل ولا عشية تخبى تحتها ولا شيء، يلقى الدنيا ممتدة على ما ترى عينه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما يخرج الناس كما قال في الحديث الصحيح حفاة عراة غرلا، يخرجوا حفيانين عريانين ما همش مخدنين، فهمنا يعني كيما خلقهم ربي يزيدوا يولوا، حتى اختنا هذيك اللي رماوها زيد تولي فيك يا بنادم وتخلق وانت يا واقف ماكش مخدن، كيما قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها المرأة الصديقة المؤمنة الطاهرة بنت الطاهر، قالت يا رسول الله الرجال والنساء مع بعض ينظر بعضهم إلى بعض، قالوا يا رسول الله كي يبعثنا ربي عريانين حفيانين النساء والرجال مع بعض، بأن هذا المرأة مؤمنة ماشي كما نسى هذا انت عذركع عروا ارواحهم وما بغاوش يستحوا في الدنيا عروا ارواحهم قبل الآخرة، فهمنا كيف؟ ورامي طالبوا ورانا نعطوا لهم الحرية يا اخي رامي طالبوا، قالوا لابد نتعروا، قلنا ايه تعروا وعطاوا لهم الحقوق وداروا مرأة تحكم فيهم ورام تعروا ورام صادمين ورام يدوا في الحقوق، فهمنا كيف؟ وهكذا فهمنا كيف؟ هذا المرأة المؤمنة واش قالت يا اخواني الكرام لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه يبعث الناس يوم القيامة كما خلقهم، كما تخرج من كش يماك بلا ما يديروا لك قماطة بلا ما يديروا لك فوطة هكذا تخرج من القبر، فمن كيف نطقت هذه المرأة المؤمنة لأنها مرأة عايشة في الحياة وعايشة في الستر، خافت على عرضها قالت له يا رسول الله الرجال والنساء مع بعض ينظر بعضهم إلى بعض، قالت له الرجال والنساء كيف كيف يعني كامل كيف كيف، واش قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لها نعم يا عائشة، قال لها ايه الرجال والنساء كيف كيف كلهم زنانك، واش قالت المرأة المؤمنة هذه ضربت في راسها وقالت واسو اتاه يا عورة النساء اليوم يشوفون رجالنا احنا كل يوم مخبيين ولكن هذو كل الاولين ماشي هذو هذو راهم شافوهم غير البحر، روح للبحر روح لكل مكان راهي الناس عريان راهي كي الحوت مرميه، فهمنا كيف؟ الحوت يهرب كي يشوفك يهرب، فهمنا كيف؟ يهرب باش ما تقابضوش وهما مشرحين فرملك
حرم الحوت، فمنها كيف ويديها الراجل ويديها كذا ويقول لك لابد، لان اوت وجوي فيه الحراره بزاف، الشرع راه خصله، فمنها كيف قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يعلمون. نار جهنم يا اخواني الكرام الا جاك الحر تاع جوي واعر وانت اوت واعر، وانت كما يقولوا العجايز الا جاك الصمايم واعر، تفكر باللي جهنم اوعر منه واشد منه يا اخواني الكرام. هذا المرأة المؤمنة قالت يا رسول الله اذا الرجال يتفرجوا علينا يتفرجوا على المساكين يخرجوا عليا، واش قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله تبارك وتعالى التعليم الذي لم يعلمه لي احد. قال لها واش قال لها يا اخواني الكرام؟ قال لها الامر اكبر من ذلك يا عائشة. قال لها الامر كبير اكثر من هذاك الشيء، شكون اللي يتفرج فيك ولا يتفرج في غيرك؟ شكون يحوص عليكم؟ فهمنا كيف؟ الامر اكبر من ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا اخي موجوده في القران، يعني قال له كل واحد يوم القيامه عنده مصيبه راهي ملتياته ماهوش عارف، الى راه قدامه امراه ولا راجل ولا اصبع ولا اضبع ما هو عارف ولا شيء. فهمنا كيف؟ راه لا تلكي ما يقولوا العامه راه لا تبهمه. فهمنا كيف؟ في الدنيا هذه واحد تصير له مصيبه وحي صعب يقول له يا ودي والله غير ذاك اليوم انت تمشي وانا نعيط لك يا فلان يا فلان ما سمعتنيش ولا واش بك؟ قال له يا ودي كنت مدوخ اتوتروا لي الكواغط ولا سرقوا لي البرطفي ولا طوموبيله تكسرت، والله ما شفتك ولا عندي خبر عليك، وهو يخزر فيه صح ولا لا؟ فهمنا كيف؟ لماذا يا اخواني الكرام؟ لانه كان القلب نتاعه والعقل نتاعه كان مشغول. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة يقول لها الأمر أكبر من ذلك يا عائشة. الأمر ما هو سهل يجي واحد يتفرج عليكم، راه لا تيب كل واحد راه لا تيب أمه. الأنبياء وما أدراك يقولون نفسي نفسي، الأنبياء الذين جعلهم الله تبارك وتعالى وسائط بين العباد في التشريع وفي الدلالة يبدأوا يقولوا نفسي نفسي، ما ننجم ندير لكم والو، كل واحد يسلك راسه. فهمنا كيف؟ قال له وشكون يطلع انتم ويبدا يتفرج فيكم النساء ولا يحوص عليكم؟ ناس راهي لا تيبهمها. فهمنا كيف؟ كل واحد راه لا تيبهمه، ما يخزر لا المراه ولا الراجل، هو عريان ما يخزر شيء يا اخواني الكرام، لان المصيبه اذا نزلت على الانسان تنسيه في كلش. اذا يا اخواني الكرام هذا كملخص للبعث ولقضية يعني تبديل الأرض غير الأرض يوم القيامة. إذن يا إخواني الكرام لما الشمس فيها هذه الآيات وهذه الدلالات وهذه البراهين العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وعلى جليل قدرته وعلى تمكنه في خلقه وعلى دقة نظامه، الله تبارك وتعالى أقسم بها حلف بها، حلف ربي بالشمس، وكما قلت لكم دائما لله تبارك وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. ربي يحلف باللي يبغى من المخلوقات تاعو، وراكم تشوفوا ذيك النار كيفاش رانا نقراو كل مره ربي سبحانه باش يحلف، مره بالسماء، مره بالبلد الامين، مره بالوالد وما ولد، مره بالرسول صلى الله عليه وسلم، مره بالذات تاعو المقدسه، وهكذا مره بالفجر، مره بالليالي العشر، وهكذا يا اخواني الكرام. اذن هذه الاشياء كلها الله تبارك وتعالى اقسم بها لانها تدل على عظمته وجليل قدرته. إذن كذلك هنا الله تبارك وتعالى كما قلت لكم له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله تبارك وتعالى يحلف باللي يبغى من المخلوقات تاعه لأن فيها دليل على عظمته، ولكن يا إخواني الكرام ليس لعباده أن يحلفوا بأحد إلا به. احنا اللي خلقنا ربي سبحانه ما يجوزناش باش نحلفوا بواحد الا بالله تبارك وتعالى، حتى
باش نقولوا حق محمد ما يجوزناش باش نحلفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا؟ حتى باش نحلفوا بالكعبة ما يجوزناش باش نحلفوا بالكعبة، وإنما نحلف بالله وبصفاته، بالله الرحمن الرحيم القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار المتكبر، هذه أحلف باللي بغيت منها، فهمنا كيف؟ الله تبارك وتعالى عنده 99 اسم صحيحة موجودة مبثوثة في القرآن، هذه كلها الإنسان اللي بغى يحلف بها يحلف بها، أما حاجة دون الله تبارك وتعالى ما نحلفه حتى بواحد، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، فمنها كيف؟ وكذلك في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية أخرى: من حلف بغير الله فقد كفر، اللي يحلف بغير ربي بباه بعمه بالطواغيت بسيد فلان بالزبوجة بالقبة كما يديروا العجائز بالكفارة تاع 60 يوم والعياذ بالله، هذه كلها والعياذ بالله شركيات كفريات كبيرة، منها كيف؟ اللي يبغى يحلف يحلف بربي ولا يسكت، فهمنا كيف؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، كما ورد هذا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله تبارك وتعالى يقول: والشمس وضحاها. الشمس الله تبارك وتعالى أقسم بهذا الكوكب العظيم الذي يطلع علينا كل صباح ويغرب عنا كل مساء، هذا رب سبحانه احلف به، وكذلك أقسم بالضحى ضحاها. إيش معنى ضحاها؟ يعني ضحى الشمس، يعني نور الشمس، أقسم الله تبارك وتعالى بالشمس ككوكب، وأقسم بنورها الذي هو النور الذي ينبثق منها لما تشرق علينا الضوي، بحيث الظلمة تروح ويجي الضو حتى تولي الدنيا ضاوية حتى تولي تشوف عين الإبرة، فمنها كيف؟ إذن هذا منين جاء يا إخواني الكرام؟ جاء من الشمس، فمنها كيف؟ لأن الشمس مثل هذه المصابيح اللي موجودة، مصباح في حد ذاته موجود، ولكن تنبثق منه أشعة ضوئية تبين، هذا هو الشمس يا إخواني الكرام. الله تبارك وتعالى أقسم بها ثم أقسم بنورها، ألا وهو النور الذي ينبثق منها كل صباح ثم يغرب كل مساء. إذن والشمس وضحاها، الضحى هو نور الشمس الذي ينبثق منها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. ما معنى القمر إذا تلاها؟ الله تبارك وتعالى لما تكلم عن القمر تكلم عن الشمس تكلم عن القمر، لأن النظام الكوني حتى أن العلماء أثبتوا هذا، أنه النظام هذا الذي تسير عليه الحياة يتكون من الشمس ومن القمر ومن الأرض، هذه كلها يؤثر بعضها في بعض، وهي دائما يتلو بعضها بعضا، وهي دائما تمشي في مدارات وفي كواكب لا يعلم دقتها وتنظيمها إلا الله تبارك وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى لما أقسم بالشمس وأقسم بنور الشمس الذي هو الضحى، أقسم كذلك بالقمر، لأنه جزء من هذا التكوين، من هذا التكوين الأرضي العظيم، لأن القمر يا إخواني الكرام له تأثيرات علينا، حتى أن العلماء ثبتوا باللي له دور في قضية المد والجزر تاع البحر، يطلع البحر ويجي البحر بسبب القمر وبسبب الشمس، والقضية هذه معروفة، فمنها كيف؟ إذن القمر له تأثير على هذه الأرض، بحيث نحسبه به، بحيث نعرفه الشتاء، نعرفه الصيف، نعرفه الخريف، نعرفه مثلا الصيام، نعرفه الأهلة كيفاش نحسبه، كل هذه يا إخواني الكرام منين تأتي؟ تأتي من القمر. القمر آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما كان عنده ابن إبراهيم عليه السلام مات وهو في عمره 18 شهر،
ولد الرسول هذا احد اولاده الذكور مات وهو في عمره 18 شهر ابراهيم عليه السلام. هذا لما مات يا اخواني الكرام الشمس كسفت. احنا الان ما ادري هل شفتوا الشمس لما تكسف ولا ما ادري ولا ما شفتوهاش. الاخبار ممكن يكونوا شافوها وبعض الناس ما يعرفوهاش. لما يشوفها يروح يقربعوا المهارز. فهمنا كيف؟ يروحوا يقربعوا المهارز ويقول لك الشمس مرضت والقمر مرض ويضربوا المهارز حتى يشبعوا. هذا هو العادة تاعنا. فهمنا كيف؟ وهي عادة جاهلية. الشمس يا اخواني الكرام لما تكسف يعني يصبح عندها دوائر والداخل بيضاء ما فيها والو. بينما الشمس الاصل تكون كلها مدورة وصفرة وتلهب هكذا بالنور. بينما لما تكسف تصبح مدورة عندها كشغل دائرة هكذا مستديرة هي اللي تضوي والباقي فارغة. والقمر نفس الشيء إما يروح منه النص وإما يبقى منه النص وإلا يروح كله ويبقى غير هذه الدائرة. هذه يسموها الخسوف والكسوف للشمس والقمر. لما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الشمس راح لها الضوء تاعها وبقات غير الدوائر يعني كسفت الشمس. الناس واش قالوا؟ قالوا الشمس كسفت لموت ابراهيم عليه السلام. الشمس علاه كما نقولوا تدخلوا انتم مرضت والقمر علاه مرض؟ لان وليد محمد مات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال باش تشوفوا نبي التوحيد اللي بعثه ربي سبحانه رحمة للأمة ما تجوز لهمش الكلمة هذه وسكت. لأنه وليده غضب عليه وطلع على المنبر تاعو الشريف وخطب في الناس وقال لهم قولته المشهورة العظيمة: أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. الشمس والقمر آية من آيات الله يعني دلالة عظيمة على أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهما وهو الذي يتصرف فيهما. فهمنا كيف؟ بدليل أنهم من اللي خلق ربي الأرض وما يمشوا عمرهم ما تلاقوا عمرهم ما تصابطوا عمرهم ما توخروا. كاش مرة قالوا لك الشمس غابت كروشات كما تقولوا انتوما جلسة أشهر ما جاش حتى راحوا داروا لها ناقريس وزيد به والنعم ما كاش منع. فهمنا كيف؟ بينما رام يصلوا الصواريخ يدوروا فوقكم ورام دايرين غرفة المراقبة يجلسوا يضربوا في القفالي صح ولا لا؟ ما ينجموش يطلقوا صاروخ ويضربوها بنعشاب ويدخل داخلها. هذه اللي راهي تراقب هذه الصواريخ اللي راهم يدوروا. لو كان يضربوها بنعسى غير يومين ولا ثلاث ايام الصواريخ يتلاقوا في بعضها بعض تكسر الدنيا كلها وتتخلط وتروح لهم الصواريخ هذه كلها. اذا طيب هذا الشيء انتم ما قبلتوش لنفسكم. قلتوا احنا صواريخ درناها صحيح ولكن ندروا لها غرفة المراقبة باش نراقبوها باش نحركوها صح ولا لا؟ طيب الشمس والقمر من اللي خلق ربي الارض ويا الدور؟ تجي وتروح بنظام دقيق. فهمنا كيف؟ شكون راه موراها؟ الرسل الامريكان. الرسل الامريكان البارح وين بدعوا؟ فهمنا كيف؟ الرسل الامريكان البارح وين بدع؟ فهمنا كيف؟ شكون كان ينظم الدنيا هذه؟ اذا نرجعوا بل لله تبارك وتعالى خالق الكون ومدبره هو الذي يحيط به علما وتدبيرا كما كان يقول صلى الله عليه وسلم لما كان يوحد الله تبارك وتعالى فيقول له فيقول يا رب يا حي يا قيوم لا تنام ولا ينبغي لك أن تنام. شفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين كيفاش كان يقول ربي؟ يقول يا رب يا حي يا قيوم لا تنام. ربي ما تنامش انت يا رب ولا ينبغي لك ان تنام. ما يلزمش باش تنام. هنا كيف وما يلزمش ربي سبحانه لا تاخذه راكم تقراوها لا تاخذه سنة ولا نوم ميتي لا غفوة ولا نوم دائما حي قيوم يراقب هذه الدنيا. واقرأوا إن شئتم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من يكلأكم بالليل والنهار يا آية راهي موجودة في القرآن. واش يقولنا ربي سبحانه فيها؟ يقولنا شكون يعسكم في الليل والنهار؟ العسكر البوليسية. فمن أخي شكون يعسونا؟ قال لك ربي سبحانه أنا اللي راني نعس فيكم. أما
عمن يكلأكم بالليل والنهار. شكون اللي راه يعسكم بالليل والنهار؟ لو كان ماشي الله تبارك وتعالى القدرة العظيمة التي تحيط بنا لكان تدمر هذا الكون كله، ولكان استحوذت علينا الشياطين وأخذت أرزاقنا وأخذت أولادنا وأخذت أموالنا واجتالتنا والعياذ بالله وطارت بينا كل مذهب. فمن كيف لو كان ماشي العناية تاع ربي سبحانه لرجال جعل ملائكة واقفين على الشمس على القمر، واقفين على المياه، واقفين على الأمطار، واقفين على الجبال، واقفين على كل شيء يراقبوا ويعسوا، كان يا حسرة رانا ضعنا من زمان والكون ما يستطعش يمشي. لذلك يا إخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إذن الشمس والقمر يا إخواني الكرام ماذا تدل؟ تدل على أن الله تبارك وتعالى هو صانعهما، هو مدبرهما، فإذا كان في أمرهما شيء فمرجعه إلى الله تبارك وتعالى وليس مرجعه إلى أحد كائنا من كان. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. الشمس والقمر هم عايشين رام يمشوا، إذا كاش انقع منهم أنه فتور في النور تاعهم ونقصان في النور تاعهم ما هوش على أن فلان عاش ولا فلان مات. لأن الجاهلية واش كانوا يقولوا حتى الآن الناس بعض الناس ما زالوا يعتقدون، وكثير من الناس يقول لك الشمس والقمر إلا خسفوا ولا كسفوا كما يقول العجائز إلا مرضوا وهذاك لا ماكش منه. الشمس والقمر ما قمرش، وإنما المرض يعتري الإنسان، يعتري هذا الجنس الضعيف الذي هو الإنسان، بينما الشمس والقمر لا يعتريهما، لا يعتريهما مرض يا إخواني الكرام. يقولوا إذا الشمس والقمر خسفت باللي واحد عظيم راح يموت ولا واحد عظيم راح يحيا، راح يخرج للدنيا. همنا كيف؟ هذا كلام يا إخواني الكرام رده الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخوف الله بهما عباده. يخوف ربي بهما عباده، يخوف ربي سبحانه يعني بهذه الآيات حتى يبين لهم أن الله تبارك وتعالى القادر على تغيير هذا النظام الدقيق، فهو قادر على أن يزيل هذه الأرض ثم يستخرجنا ويحاسبنا على الخير خيرا وعلى الشر شرا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإذا رأينا هذه الأشياء الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى بها نعتبر ونعرف أننا في يوم ما الله تبارك وتعالى سيبعثنا وسيوقفنا بين يديه وسيحاسبنا عن النقير والقطمير. قال لهم آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإنهما لا يخسفان ولا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما عندهمش علاقة لا بوليد محمد مات ولا وليد محمد راح يعيش، ما عندهمش علاقة بهذا الشيء. ربي خلقهم راهم يمشوا، لما يأذن لهم يا حبسوا، ما عندهم علاقة لا بالموت ولا بالحياة. فمن كيف؟ فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا واذكروا الله تبارك وتعالى وقرأوا القرآن ينكشف ما بكم. فمن كيف؟ كي تشوفوا القمر وتشوفوا الشمس راح لها الضوء تاعها واصبحت في كسوف او خسوف، فما عليكم الا ان تبادروا الى الصلاه والى قراءه القران ولذكر الله وللتصدق بين يدي الصلاه حتى يكشف الله تبارك وتعالى ما بالشمس وما بالقمر. إذن يا إخواني الكرام هذه نرجع كما قلنا هذه الآيات العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. فالإنسان دائما لما يرى مخلوقات الله تبارك وتعالى ويرى هذا الكون المتناسق هنالك يرجع به الإيمان إلى الله تبارك وتعالى. فمن كيف؟ حتى الله تبارك وتعالى جعل لنا هذه الأشياء
عبرة. لما الإنسان يخرج يجد أمامه مثلا الأشياء العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. فالإنسان دائما المؤمن يكون على احتراس من أعمال صالحة، ويكون دائما على تفقد لإيمانه، دائما يعس في الإيمان بتاعه هل انقص ولا زاد. لماذا؟ لأن الدروس دائما قدام عينيه، الدروس دائما أمام أعيننا يا إخواني الكرام، ولكن هل من متعب؟ هل من مدكر؟ هذه هي المشكلة. تخرج تلقى الشمس، تلقى القمر، تلقى البحار، تلقى الأشجار، تلقى الدواب، تلقى البهائم، تلقى الأشياء التي لا يصورها العقل، وتلقى في نفسك كما قال رب سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تشوف عينيك، تشوف لسانك، تشوف البصر، تشوف الأذن، تشوف الجوارح تنطلق، تشوف واحد ما عندوش يده، تشوف واحد يده مشلولة ما يجيش يحركها، انت تستطيع تحرك يدك. هذه مرجعها لمن يا إخواني الكرام؟ مرجعها إلى الله. إذن الله تبارك وتعالى جعل دائما بين أيدينا نوامس، وجعل بين أيدينا نظم، وجعل بين أيدينا قوانين حتى نشوفها دائما ونقو بها إيماننا، ولا نغفل عن الله تبارك وتعالى، ولا نبعد كثيرا عن حظيرة الإيمان. فالله تبارك وتعالى دائما يحرسنا وعنايته تحيط بنا، فقد أعطانا من الأدلة ما فيه مستجر، فمن كيف نشوفه ونعرفه وكذا، هذه ترجعنا للإيمان بالله تبارك وتعالى. وإلا هذه الأشياء واحد يقول لك يا شيخ يلا واش نستفاد احنا من صورة الشمس هذه؟ يلا لما نشوفه ما فيها حتى حكم شرعي، ما فيها لا حتى حلال ولا حرام، ولكن فيها من العظات ومن التذكار ما لا يعلمه إلا الله. يكفيها فخرا أنها تجذبك أيها المؤمن إلى حظيرة الإيمان، وتربطك دائما بخالقك عز وجل، فلا تنفر عنه. وهذه هي لمن خلقنا ربي سبحانه. علاش خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربي ما خلقناش إلا باش نعبدوه، إذا نجعل لنا الأدلة لكل يوم نرتبطوا به. لماذا يا إخواني الكرام؟ انتبهوا جيدا، لأن الأشياء هذه مجربة، والعلماء نفسهم حتى علماء التربية وعلماء النفس والناس الذين يعني عاشوا في الإلحاد يعني أمنوا بهذه النظرية وقالوا كلمة هذه صحيحة. وشنا يا إخواني الكرام كلمة هذه؟ أن الله تبارك وتعالى جعلنا لهذه الأدلة وجعلنا لهذه الآيات أمام أعيننا حتى يربطنا بحظيرة الإيمان، ويجعل الصلة بيننا وبين خالقنا دائما متصلة. دائما احنا رابطين الصلة مع ربي ما نشبعد عليه. علاش؟ لأن كل يوم عايشين في الحظيرة تاع الإيمان. الأشياء اللي دارها لنا ربي سبحانه باش دائما يربطنا بالإيمان، يربطنا به ما يخليناش نضيعه. فمن كيف؟ لماذا يا إخواني الكرام؟ لأنه يا إخواني الكرام إذا لم نرتبط بعظمة الله تبارك وتعالى، انتبهوا جيدا، فإننا سنرتبط بغيره لا محالة. فمن كيف؟ لأن إذا ما آمناش بربي وما جيناش لربي وجلسنا في حظيرة الإيمان لابد نروحوا لغير ربي. وربي سبحانه يبغى يربطنا بالحق، ربي هو الحق، كلمة الحق، ربي سبحانه هو الحق، يريد أن يربطنا بالحق. لماذا؟ يقول يا عبادي إذا لم أربطكم بالحق فستذهبون إلى الباطل لا محالة. لأن العلماء في نظرية صحيحة. ما هي النظرية هذه؟ النظرية هذه تقول ليس هناك فراغ على وجه الأرض. في الدنيا هذه ما كانش الفراغ. واحد يقول لك الشيخ كي نخرجوا من الجماعة على الجماعة يولي فارغ، صح يولي فارغ كما تقولوا، ولكن يجوا علماء يقولوا لا ما يوليش فارغ، يتعمر بالهوى. هو صحيح، فهمنا كيف؟ يتعمر بالهوى. إذا هكذا نقولوا حنايا، نقولوا هذا القلب نتاع الإنسان اللي خلقه ربي سبحانه فينا، اللي هو أعظم من أعظم الأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى. هذا القلب يا إخواني الكرام ربي سبحانه يريد أن يملأه بالإيمان،
بالإيمان به وحده لا شريك له. لذلك جعلنا هذه الأدلة أمام أعيننا، أدلة نراها بأعيننا وأدلة نقرأها في القرآن وفي السنة. يقول لك ربي سبحانه لو ما نربطكمش بالإيمان، لو ما عمركمش قلوبكم بالإيمان وتبقى فارغة تتعمر بالباطل. لأن لماذا؟ لأن الدنيا ما فيهاش الفراغ. قلب الإنسان إما أن يملأ بالإيمان وإما أن يملأ بالفراغ وإما أن يملأ بالباطل. ناس كثيرين يقول لك الروس وهذا الناس الكفار الملحدين ما عندهمش دين، هكذا يخطقوله ما كاش منها يا إخواني الكرام. ما كاش الإنسان ما عندهش دين، الإنسان لا يعيش بدون دين، وإنما الكلام هو ما هو، هل الدين هذا صحيح ولا دين باطل؟ فهمنا كيف؟ لأن قولوا كما قلت لكم، لأن الأشياء هذه ليس فيها فراغ، الكون هذا ما فيش فراغ، القلب هذا تاعك إما يتعمر بالإيمان والإسلام وإما يتعمر بالباطل. الروس لما نحوا ربي مقلوبهم اتعمرت بالحزب الشيوعي الأعلى، فهمنا كيف؟ عندهم حاجة يعبدوها، فهمنا كيف؟ لما نروحوا للهندوس نحاوا ربي مقلوبهم، واحد عبد بقرة، واحد عبد شجرة، واحد عبد تيس، واحد عبد فيل، واحد عبد أسد، وعبادات مختلفة تكاد تصل إلى 360 عبادة موجودة في الهند وموجودة عند البوذيين وغيرها. إذن القلب هذا ربي سبحانه يريد منا أن نملأه بالإيمان، لأنه إذا لم يملأ بالإيمان حتما سيملأ بالباطل، والباطل يا إخواني الكرام يعني مذاهب أعاذنا الله وإياكم منه. إذن يا إخواني الكرام نرجع على أن هذه الشمس وهذا القمر من الآيات العظيمة التي فيها تذكير للمؤمنين بما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون وفي على وجه هذه الأرض، حتى يبتعد المؤمن ودائما يكون في صلة قوية مع ربه عز وجل، لأنه هو المتصرف وحده في هذا الكون، فهو حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إذن والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، القمر يتلو الشمس يتبع الشمس، فمن كيف في الأيام الأولى تاع الشهر تاعو كي تغرب هي يطلع هو، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لما تغرب الشمس في الأيام الأولى تاع الشهر 15 يوم الأولى تاع الشهر، لما تغرب الشمس يطلع القمر، فهمنا؟ في الأيام الأخيرة تاعو 15 يوم الأخيرة تاعو لما يطلع هو تغرب هي، فهمنا؟ إذن هذه هي معنى قوله تلاها، يعني يتلو الشمس في حركاتها وفي أثناء في شروقها وأثناء غروبها، فهو يتبعها. حتى أن العلماء أثبتوا، علماء الفلك أثبتوا على أن الأرض والشمس والقمر كلها تدور في أفلاك معينة، أحدهما يتلو الآخر، وأحدهما يدور حول الشمس والآخر يدور حول الشمس وحول نفسه والآخر يدور حول نفسه، وهكذا يا إخواني الكرام في نظام دقيق، في نظام محكم لا يعلم دقته وحكمته إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذه كلها يا إخواني الكرام لفت لأنظارنا حتى نرتبط برب الكون عز وجل، لأنه كما نظم هذا الكون وسيره بإحكام وبتدقيق فهو قادر على أن يزيله وينهيه ويحدث كونا آخر جديدا، كما قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يوم تبدل الأرض غير الأرض، يبدل ربي الأرض غير الأرض هذه والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا يعني بانوا، لأنك أنت الآن تستطيع تدخل في العشال تحت، تستطيع تتخبى تدخل في المغارة، بينما كما قلت لكم لما ديرنا ربي سبحانه أرض مستوية ما فيها لا دار ولا دوار ولا حفرة ولا حجرة ولا شجرة، كامل بانوا مع بعضنا بعض، الاولاني يشوف الاخراني على ما ترى العين، فمن كيف ما قاش هضره في العقبه وهضره تحت الارض، ولا بقى حفره خبره وخبزها كما تقولوا انتم، ما كان والو.
والشمس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس لما ينزل ربي سبحانه نخرج من الأجداد الشمس لما يخرجنا في هذه الطحطاحة المستوية لا ترى فيها أمتا ولا عوجا ويخرجنا ربي سبحانه هكذا في صعيد واحد الرجال والنساء حفاة عراة غرلا ومعنا الوحوش الضواري التي كانت تسكن الصحارى وتسكن القفار وتسكن البحار وتسكن في الغابات الكبيرة تهرب هي ثاني وتجي تتخبى عند رجلينا وربي سبحانه يقول في الآية قرأوها إن شئتم وإذا الوحوش حشرت الوحوش كذلك يحشرها الله تبارك وتعالى مع الأدميين وتولي ما تخاف السبع ولا السبع يخافك لأننا كلنا خايفين ربي سبحانه فهمنا ولا ما فهمنا تولي ما تخاف الحنش ولا الحنش يخافك لأننا كلنا خايفين واش كاين العيد فهمنا كيف لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ثم تدنو الشمس من رؤوس العباد الشمس تنزل فوقنا ومكان لا سترة لا حجرة والأرض كلها صحراء وطية تنزل الشمس فوق رصاننا يا إخواني الكرام هناك ليس لنا ظل نستظل به إلا ظل الله تبارك وتعالى جعلنا الله وإياكم في هذه الليلة المباركة من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يا إخواني الكرام يوم القيامة لما تدنو الشمس من العباد لا أحد يستظل بشيء إلا من أظله الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وتدنو الشمس من العباد على قدر ميل تدنو على قدر ميل وكما قال أبو هريرة وغيره قال لا ندري الميل المراد به ميل المسافة أو ميل المرود الذي هو ميل المكحولة لأن هذيك المكيح لا تعالى جائز لما يديروها ويخرجوا هذاك العمود الصغير هذاك يسموه الميل في اللغة العربية والميل كذلك يطلق ويراد به كما نقول احنا بالمسافات الآن كيلو 200 متر من كيف قال هذا الصحابي والله ما نعرفين هل هو المسافة ولا هذا المكيح لا هذا ما ناش عارف إذن الشمس تكون فوقنا والشمس لا ولا فوقنا يا أخواني الكرام كيفاش نولوا احنا واحد يقول لك الشيخ رانا نذوبوا نقول ربي يعطينا قوة باش ما نذوبوش باش الشحم يذوب والجلد يذوب وحنا نبقاو نخزروا فهمنا كيف ويصبح الناس في عرقهم على قدر أعمالهم ويصبحوا الناس في العرق على حساب خدمتهم فمنهم من يصل إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى صدره ومنهم من يلجمه إلجاما ومنهم من يسبح فيه سباحة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بعض عقولنا لا تستسغ هذا كاين بعض الناس يعقلون خلق أح يعني العرق يولي كي البحر نعوم فيه هذه ما كاش منها هكذا تقولوا يا هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي أنا ولا واحد اللي قالها لما ربي ديرنا في تحتها مستوية السخانة نتاع الأرض والسخانة نتاع الفوق ماشي ولي العرق أكثر من هذا والناس والأوائل والأواخر والملائكة والجن والوحوش كنا نتلموا وكلنا في العرق وين يوصل العرق هذا يا إخواني الكرام الناس يولوا على حساب خدمتهم اللي داير شوية نتاع السيئات على حساب على الكعبة وكاين اللي شويه كذا ركبته وكاين حتى الحزام تاعو وكاين حتى صدره كل واحد على حساب ذنوبه فهمنا كيف وكاين اللي يلحق له فمه يولي هو يرفض روحه شويه ويزيد ينزل يدخل له فمه يبدا يشرب من العرق تاعو تاع خاوته ونتاع الناس كلهم وكاين اللي يبدا يسبح يعوم ويديه ويديه العرق يهمله فهمنا كيف هذه هي يا اخواني الكرام اللي قال عليها ربي سبحانه يوم تبدل الارض خير الارض والسماء وبرزوا لله الواحد القهار الواحد القهار الذي لا ي...
يقهره أحد وهو قاهر لغيره. هو يقهر جميع الناس وجميع المخلوقات، يقهرهم بالعدل وليس بالظلم يا إخواني الكرام. لأن احنا لما نسمع كلمة قهار نخافوها، نخافوها من عباد الظلمة. أما من ربي سبحانه فهو عادل، وما يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. ربي ما يظلمش عباده لأنه هو خالقنا، فإذا ظلمنا فلمن نشتكي؟ بينما إذا ظلمنا غيره فنشتكي إلى الله، وإذا ظلمنا الله لا قدر الله وحاشاه أن يظلمنا فلمن نشتكي؟ فمن كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم. فإذا سمعنا كلمة القهار أن قهره يقهر به الجبابرة الظلمة، فمن كيف؟ القهر تاعه والغلبة تاعه والعزة تاعه هذه يقهر بها الظلمة الجبابرة الذين كانوا يتعنتون على شرائعه وعلى دينه وكانوا يقهرون عباده المؤمنين، فهو قهار لهؤلاء. فمن كيف؟ أما للمؤمنين فهو بهم رؤوف رحيم. فمن كيف؟ المؤمنين فهو بنا رؤوف رحيم يا إخواني الكرام. أثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة المؤمنين الخلص الله تبارك وتعالى يدني العبد منهم، اسمعوا مليح يا إخواني الكرام، يدني العبد منهم، يدنيه إليه حتى يضع عليه كنفه، يقربوا لعنده المؤمن، يقربوا حتى يوصلوا لعنده، حتى يحط عليه ستر ما يشوفوا حتى واحد. واش يقوله؟ يقوله عبدي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. يقول له نعم يا رب صحيح. يقول له ربي سبحانه وأنا اطلعت وسترت، اذهب فقد غفرت لك. هذا المؤمن اللي يتوب لله تبارك وتعالى توبة نصوح ويخاف ربي سبحانه ويبكي على ذنوبه وعلى خطيئته، ربي سبحانه يوم القيامة يدنيه إليه ويجعل عليه كنفه، فمن كيف؟ ويعرفه بذنوبه، يعرفه بذنوبه فيقول نعم يا ربي فعلت درت. فمن كيف؟ يقول له ربي سبحانه وأنا اطلعت وسترت، وانا شفتك واسترتك، والان سترك اذهب فقد غفرت لك. اما المنافقين اما الزنادقه اما المشركين اما الكفره اما الذين لا يعفعون بعظمه الله ولا بحسابه فيفضحهم على رؤوس الخلائق. اما الاخرين يفضحهم امام الناس، ها فلان واش كان يدير، شوفوا ويدير له اعلام فوق راسه، هذا فلان اللي كنتوا تقولوا طيب، اروحوا تشوفوا الاعلام فوق راسه، بداوا الناس يقراوا بالاعلام هذا، داروا يلعنوا فيه، انت هو انت هو اللي كنت كذا وكذا وكذا، هذا هو هذا واش كنت تدير. فهمنا كيف؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يوم القيامه يقذف الرجل في النار فتندلق امعاؤه فتخرج يدور بها في النار كما يدور الحمار بالرعى وهو يصطرخ، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ألست أنت فلان بن فلان الذي كنت تأمرنا وكنت تنهانا وكنت تعمل كذا وكذا؟ يقول نعم منك أنا هو، ولكن كنت أعمل الخير ولا كنت أمركم بالخير ولا أفعله، وكنت أنهاكم عن الشر وعن المكروه وكنت أفعله. فهمنا كيف؟ والعياذ بالله يوم القيامة يفضح ربي كذر ما يفضح أصحاب جهنم. كيفاش يفضح ربي؟ يلوحوا الملائكة في جهنم يزرطوه تزرطة صحيحة على حدهم، لما يطيح ينفلت. فهمنا كيف؟ تخرج المعدة تاعه كما قلت لكم، الراجل في جهنم كما بين مكة والمدينة، يعني 500 كيلومتر، الجسد تاعه كبير، لما يحكموه الملائكة يزرطوه في جهنم ويطيح. شفت البتية كبيرة لما طيح من البتة انفلت تتكسر، صح ولا لا؟ هكذا طيح ينفلت، تخرج المعدة تاعه، المعدة كبيرة، يبدأ يدور والمعدة تاعه تدور كما يدور الحمار بالراحة،
واللي راهم عايشين في الجبل وفي البلاد راهم يعرفوا اللي بكري اللي كانوا يرحوا بالعمير الرحى موجوده واش ما يدور عليها العام طلع صح ولا لا ما يهرب ولا يتوخر كل يوم لاصق فالرحى يدور بها يبدا ويدور بالرحى هذيك يدور بالمعده تاعو والمعده تاعو تتكركر هو يدور ويضبح ويصرخ يتلايموا ليه الناس اصحاب جهنم يجوا ليه المعده تاعها مصحيحه هما يجوا ليه ماشي انت هو فلان يا اخي انت كنت راجل طيب وعندك اللحيه وعندك الثوب بياض وتجي تخطب لنا وتقول لنا وكذا واش جابك لهنا معنا واش جابك يا راجل واش يقول لهم يقول لهم مصحيح انا هو ولكن كنت امركم بالخير ولا افعله وكنت انهاكم عن الشر وعن الخبائث وافعالها لذلك ربي فضح اكثر ما فضحهم هما فمن هكيف هو خرجت المعدة تاعو بدا يدور بها والناس يتفرجوا فيه كيما كان في الدنيا مخطي تحت البرنوس ربي ثم كشفه كيما قلت لكم دائما اقرأوا قوله تعالى يوم تبلى السرائر هذه السرائر التي هي مختفئة منطوية في صدورنا لا يعلمها إلا الله يوم القيامة يخرجها ربي ويكشفها الذي كان يحب الإسلام ويتمنى النصر للإسلام ربي يقول هذا أخوكم وهذا كما أنتم كما هو وهذاك المنافق اللي كان يكذب علينا ويقول الإسلام ما الإسلام هو يمشر في الإسلام ربي يفضح ويقول ها هو اللي كان يكذب عليكم ويجي يقول لكم كذا وكذا أرواحوا تشوفوا الآن الفضح أمامكم يدير الإعلام عن راسه كامل يقراوه ويجوا الملائكة يردوه يرموه في جهنم تخرج والعياذ بالله المعدة تاعو يبدأ يدور بها كما يدور الحمار بالرحى وهو يصطرخ وهو يصطرخ ويستغيث ولكن هيهات أن يأتيه غوث أو يأتيه استراحة يا إخواني الكرام لذلك فما علينا إلا أن نعتبر بما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون الفسيح العظيم فدائما على المؤمن أن يجعل دائما اتصاله بربه تبارك وتعالى اتصالا قويا محكما لا تزعزعه البلايا ولا المصاعب ولا أي شيء دائما الإنسان يقوي الإيمان تاعه مع ربي ما يخليش يترخاله فهمنا كيف؟ لأن إذا ترخى الإيمان تدخل حاجة واحدة أخرى معاه وإذا تقوى الإيمان كل حاجات تهرب يا إخواني الكرام وكل حاجات واللي سهلة إذن والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إذن والنهار إذا جلاها هذه كلها يا إخواني الكرام قسم أقسم ربي بالشمس أقسم بالضحى تاعها أقسم بالقمر أقسم كذلك بالنهار إذا جلاها النهار يا إخواني الكرام معروف ويضاده الليل النهار ضد الليل فمن كيف ربي أقسم كذلك بالنهار لأن الله تبارك وتعالى خلق النهار وهو يعلم ما فيه فأقسم الله تبارك وتعالى به ويقول والنهار إذا جلاها إيش معنى والنهار إذا جلاها يعني ماذا جل النهار النهار إما جل نور الشمس فهمنا كيف لأن الشمس يا إخواني الكرام لما تبدو في الصباح عند الإشراق تبدو صفراء ضعيفة فهمنا كيف؟ لما جسمه طالعة تبدأ صفرة هكذا ضعيفة وبعدين تشتد حتى تولي قوية وبعدين تبدأ تضعف هكذا ثم تغرب إذن النهار يجلي الشمس النهار يبين الشمس لما النهار يطلع مليح الشمس تبان والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الليل يا إخواني الكرام كما قلت لكم دائما يرادف النهار فإذا جاء النهار ذهب الليل وإذا جاء الليل ذهب النهار
وهذه إن دلت على شيء فإنما تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وجليل حكمته في هذا الكون الذي لا أحد ينظمه ولا أحد من ورائه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن: لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفسدتا. فهمنا؟ يعني هذه آية عظيمة كذلك تدعونا إلى الفهم الصحيح والدقيق للقرآن، لأن القرآن يا إخواني الكرام يفسر بعضه البعض. هنا الله تبارك وتعالى يبين لنا الحكمة الدقيقة التي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى هذه الكائنات كلها، ومن جملتها الشمس والقمر كيف يتعاقبان وكيف يتلو أحدهما الآخر، وكذلك الليل والنهار. هذه تدل على أن من ورائهما مدبرا حكيما عظيما. فمن كيف لو كان هناك آلهة إلا الله، لو كان يعني هناك آلهة متعددة كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن، لو كانت هناك آلهة متعددة كل يعمل على شاكلته، إله يعمل هكذا والإله الثاني يعمل هكذا، لاصطدمت القوانين في هذا الكون. لماذا؟ لأن كل واحد يقول نخدم كما هوالي، نخدم هكذا. فمن كيف هكذاك انت لما نكون عامل مثلا ونريد الإنسان أن يعجل فيه ويجعل فيه عدة عمال، فمن كيف كل يعمل على شاكلته، ولكن لما يكمل العمل هذا ويجي واحد ينظر في العمل هذا ويكون إنسان فني كبير يقول هذا العمل ما هوش مليح 100%. لماذا؟ لأن قد دخل فيه عدة عمال في صنعة واحدة. لو كان أعطيته الخدام واحد كان يطلع الخدمة زينة، صح ولا لا؟ ولكن لما دخلت فيه عدة أيدي اللي يجي يقول لك ماشي هكذا، فمن كيف وهي تعرف؟ قالوا شكون عدو؟ قالوا صاحب صنعتي. فمن كيف هكذاك ربي سبحانه قال لو كان عندي آلهة واحد أخرين يعاونوني السماء والأرض تفسد، لأن كل واحد يخدم كما يبغى. من كيف؟ بينما الله تبارك وتعالى عظيم جليل قوي عزيز لا يحتاج إلى أحد يساعده مهما كان هذا الأحد. فمن كيف يقول ربي سبحانه ولو قدر جدلا أن فيها آلهة غير الله، يعني فيه آلهة متعددة يتحكمون في هذه الأرض ويسيرونها وفي هذه السماء ويسيرونها لفسدتا، يعني الضمير راجع إلى الأرض وإلى السماء. لماذا؟ لأن كثرة الأيدي وكثرة الشغالين فيها وكثرة التدبير يدل على تخريب والفساد، بينما لما تكون يد واحدة هي التي تدبر وهي التي تصنع وهي التي تدرك يكون العمل هذا متناسق، يكون هذا العمل في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. إذن هذه يا إخواني الكرام تعاقب الليل مع النهار يدل على عظمة الله تبارك وتعالى، والليل جعله لنا راحة للبشرية كلها وللمخلوقات كلها. الليل سباتا، يعني سبات يعني قطع يعني راحة، فهمنا كيف؟ والنهار معاشا لكل البهائم وللدواب كلها، غير تنصلوا الفجر تلقى الطيور الدجاج كل البهائم تنوض تبتغي من فضل الله، فهمنا كيف؟ والإنسان لما نتكلم عن المسألة هذه كذلك نلاحظ جانبا مهما في هذه المسألة، وهو جانب البكرة يا إخواني الكرام. فهمنا كيف؟ البكرة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الليل والنهار حتى ينبئك أيها الإنسان على أن ليلك لا بد أن يكون راحة لجسدك، ونهارك لا بد أن تبتغي فيه من فضل الله. فهمنا كيف؟ مجرد الإنسان ما يصلي الفجر يتوكل على الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، ربي سبحانه بارك للأمة تاعي في البكرة تاعها، يعني كي تبكر ربي يبارك. لذلك تجد الناس اللي بكروا صباح كامل رزقها الحمد لله محفوظ، وتجد الناس اللي يضربها نعسى العشرة والثناش كل يوم يشتكي ما لحقش. أمناش؟ لأن البركة تاع الوقت اللي يسعى فيه كان هو نايم فيه،
بورك لأمتي في بكورها. ربي سبحانه بارك الأمة محمد صلى الله عليه وسلم في البكرة. همنا كيف يعني في الاستعجال بعد الفجر، خلاص ينطلق الإنسان حتى إذا كانت بين خدمته وبين مثلا الصلاة فسحة يشغلها بذكر الله، يشغلها بالصلاة، لما يلحق الوقت يتوكل على الله ويروح يخدم متبكرا حتى يشمل الوقت هذاك اللي فيه البركة، وبالتالي الله تبارك وتعالى يرزقه. إذن هذا يا إخواني الكرام بيان على أن الله تبارك وتعالى لما خلق لنا الليل جعل له حكمة، ولما خلق كذلك النهار جعل له حكمة. والله تبارك وتعالى هنا يقول والليل إذا يغشاها، يعني رب الله تبارك وتعالى أقسم بالليل وأقسم كذلك بغشيانه ماذا يغشى. والليل إذا يغشاها يعني يغشى، يغشى يعني يأتي ويعم هذه الأرض كلها. فهمنا كيف؟ كما نقول غشيت السحابة الأرض، لما تجي السحابة هذه وتعم الأرض كلها وتغمها وتولي ما يبان والو حتى نور الشمس، نقول قد غشيت السحابة الأرض أو غشي الغمام الأرض، يعني عمها بجميع الجهات. هكذا الليل يا إخواني الكرام لما يغشى يغشاها يعني يغشى الأرض ويعمها، أو يغشى نور الشمس ويذهب به ثم يحل محله الظلام. فمن كيف؟ هذا الله تبارك وتعالى أقسم بهذه الكيفية التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى، فهو الذي يذهب بنور الشمس ويأتي بظلمة الليل فيغشى الليل جميع آفاق الأرض فتصبح الأرض جميعا مظلمة بعد أن كانت في نور تام في ربيعة النهار. من يقدر على هذا؟ لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لذلك هذا لفت لأنظار المشركين خاصة ولفت لأنظار الناس جميعا عامة حتى ينتبهوا إلى هذه الآية العظيمة التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى وتركيبه ويعني حكمته في هذا الكون العظيم. يقول الله تبارك وتعالى كذلك والسماء، هذه كلمة واو التي وردت ما إيش واو العطف، فهمنا كيف؟ كما نقول دخل محمد وزيد وعلي، هذه الواوات التي وردت هنا هذه نسميها واو العطف. واو العطف يعني هذا يعطف هذا وهذا يتبع هذا، بينما الواوات التي وردت هنا فهمنا كيف؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، كلمة الواو التي وردت هنا يتلو بعضها البعض كل واو قسم، الله يحلف بهذه ويحلف بهذه ويحلف بهذه ويحلف بهذه وهكذا. علاش حلف بها؟ لأنها عظيمة في تكوينها تدل على من هو أعظم منها ألا وهو مكونها. فمن كيف؟ فإذا ظهرت لك أيها الإنسان ظهرت لك أن الأرض عظيمة أو السماء عظيمة أو حكمة الليل والنهار عظيما، فاعلم أن من ورائها من هو أعظم منها وهو مدبرها الله تبارك وتعالى. فهمنا كيف؟ إذن هذه يسمونها العلماء على أنها آيات تكوينية. فهمنا كيف؟ آيات تكوينية خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الكون. أما الآيات التي نقرأها في القرآن فهي آيات تنزيلية، يعني أنزلها الله تبارك وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عدنا الآيات التنزيلية وعدنا الآيات التكوينية. الآيات التكوينية نراها في الكون، فإذا رأينا شيئا وأعجبنا وأبهرتنا عظمته فنعلم أن من ورائه من هو أعظم منه وهو الذي خلقه ودبره. فمن كيف؟ إذا الله تبارك وتعالى يقسم كذلك بالسماء والسماء وما بناها. والسماء يا إخواني الكرام يعني هذا السقف اللي قال عليه الله تبارك وتعالى، هذا السقف المحفوظ، هذه القبة الخضراء التي تعلونا. وزمان المشركين كانوا يؤمنون والعرب في الجاهلية كانوا يؤمنون على أن السماء هذه مبنية. فمن كيف؟ لأن العرب الأوائل كانت لهم يعني كانت لهم تدخلات مع النصارى ومع اليهود، وكانوا يسمعون من كتبهم ويسمعون من قصصهم، فكانت لهم يعني روايات وقصص صحيحة يستقونها من الكتب المنزلة من عند الله. إذن هذه السماء يا إخواني الكرام
مبنية، وإن كان علماء الفلك وغيرهم من الناس اللي يدرسون الأشياء مجردة عن قدرة الله تبارك وتعالى يقولون هذه الأشياء التي نراها في السماء على أنها قبة زرقاء، هذا يرجع إلى تراكم الغازات بعضها فوق بعض وتراكم الأكسجين وغيره من النيتروجين وغيره من الغازات اللي هي معروفة تتراكم بعضها فوق بعض ثم يعكسها اللون البحري فتصبح زرقاء. هذا هي الفلسفة تاعهم، بينما نحن نقول لا، الله تبارك وتعالى قال السماء وما بناها، يعني السماء مبنية، وإن كان تبادر إليكم على أن هذه الغازات يعني صحيح رأي في السماء، ولكن نحن لا نقول لكم على أن هذه الغازات اللي فوقنا هذه الزرقة التي تظهر هي البناء، وإنما البناء شامخ وعالي لا يعلم عظمته إلا الله. ولذلك من أراد أن يدرس هذه المسألة دراسة تامة فما عليه إلا أن يعرج على مسألة الإسراء والمعراج. والأسف الشديد أن هذه يعني المناسبة العظيمة أنها مرت علينا ولكن لم نعرج عليها. قصة الإسراء والمعراج مرت في رجب، يعني على حساب يعني أصح الأقوال على أنها كانت في رجب، ولكن للأسف الشديد كانت الفتنة في الخليج هذه أنستنا كل شيء حتى مرت علينا هذه المناسبة العظيمة ولم نتطرق إليها يعني ولو بالكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعني عرج وكيف أسري به إلى السماوات العلى. وإن كان الحمد لله يعني درس في المسجد اللي هناك وسجلها بعض الإخوان في قصة الإسراء والمعراج، قلت لكم يا إخواني الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا جيدا على أن السماء هذه مبنية كما قال الله تبارك وتعالى والسماء وما بناها، يعني والسماء وبنيانها، فهمنا كيف؟ والسماء وبنيانها، الله تبارك وتعالى أقسم بها وأقسم ببنيانها على أنها مبنية. تعالوا تشوفوا، فهمنا كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدلك دلالة قاطعة على أن السماء هذه مبنية بناء محكما، فهمنا كيف؟ ولذلك قال الشاعر العربي زمان اللي هو الفرزدق كان يهجو جرير اللي كان مع دائما معه في المساجلات في الشعر، أصبح يهجوه، ماذا قال له؟ قال له إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأكرم، فهمنا كيف؟ هذا في الجاهلية ودخل في الإسلام يتكلم على أشياء صحيحة، قال له إن الذي سمك السماء، فهمنا كيف؟ يعني ربي هو الذي سمك السماء، يعني بناها وجعل له سمكا خاصا، فهمنا كيف؟ قال له ربي اللي بنى السماء وقواها راه دارنا كما نقولوا احنا اصل كبير ما تنجمش تلحقه انت ولا ابن عمك. ان الذي سمك لنا السماء بنى لنا بيتا دعائمه اشد واكرم، فهمنا كيف؟ هذا يفتخر على صاحبه الشاعر اللي هو جرير، ولكن تكلم ببيت عربي فصيح مما يدل على ان الله تبارك وتعالى قد خلق السماء وسمك السماء، يعني جعل له سمكا عظيما وجعل لها بناء عظيما فلا يستطيع أحد أن يخترقه إلا بإذن من الله تعالى، فهمنا كيف؟ أما هذه الأشياء الغازات هذه تمشي الطيارة تدخل حتى نقول ما نشوفوها صح ولا ماشي صح؟ وين راحت؟ راحت دخلت في الزرقاء هذه كلنا نشوفوها، نقول الدنيا كلها راهي زرقاء، جات الطيارة ودخلت في الزرقاء هذه كلنا ما نشوفه والو. إذن مما يدلك على أن هذه الزرقاء التي نراها ليست هي البناء المذكور في القرآن في القرآن الكريم. إذن ما هو البناء الذي مذكور اللي قال عليه ربي سبحانه والسماء وما بناها؟ إذن هذا بناء لا يعلمه إلا الله، ولكن ثبت على أنه لا أحد يدخله إلا بإذن من الله، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى، فهمنا كيف؟ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورأي عندكم سورة الإسراء رأي موجودة تقرأها في مطلعها، الله تبارك وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فهمنا كيف؟ إذن الله تبارك وتعالى هنا لكي يربط الأقصى
لله خذوا اليهود، ولكن كما قلت لكم عندنا البشرى الحقيقية من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أنه ولو بقي من هذه الدنيا يوم واحد إلا وتقوم بيننا وبين اليهود ملحمة عظيمة نقضي فيها على جميع اليهود ونسترد قدسنا السليم بإذن الله. ولكن ماذا يا إخواني الكرام؟ كما قلت لكم دائما أننا لما نرجع إلى الله تبارك وتعالى رجعة حقيقية في جميع شؤوننا، فهمنا كيف؟ لما نرجع الرب سبحانه صحيح في جميع الشؤون، فهمنا كيف؟ ما الوضوء حتى للجهاد كل شيء يقول واش قال فيها ربي واش قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمنا كيف؟ لما نصبح من الأخوة مثل التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها بين الأوس وبين الخزرج وكذلك بين الأنصار وبين المهاجرين، فكانوا في منتهى الأخوة حتى أنهم في الحرب أحدهم يسبق على أن تناله ضربة ولا تنال أخيه، فهمنا كيف؟ إذن هذه الأخوة يا إخواني الكرام هي بإذن الله والإيمان الذي يملأ القلوب هو لله تبارك وتعالى ينصرنا به، فهمنا كيف؟ ما هوش الآن الحالة اللي راه فيها العالم الإسلامي الآن يقتل خوه على جال قوطين تاع الطوماطيش، يقتل خوه على جال كيلو تاع الحمص، يقتل خوه على بيدون زيت يا أخي العزيز وعنده في الدار الزيت، ويقول لك الإسلام ويجي يصلي، فهمنا كيف؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كفى بالمسلم إثما أن يحتقر أخاه المسلم، فهمنا؟ هذه احنا عندنا غير هذا الحديث نحطه امامنا خذوه وما نزيدوا حتى حديث واحد اخر، يعني لا بغي الانسان يدخل الجهنم والعياذ بالله ما يدير حتى حاجة، لا يسكر ولا يزني ولا يفسق ولا يربي غير يحقر خوه المؤمن راح الجهنم، فهمتوا؟ هذه احنا ما نعرفوهاش ما نعرفوهاش، نقولوا يعني واش كاين كي نطبعوا ولا نسبوا ولا ندهروا ولا نضربوا بموس واش فيها، فهمنا كيف؟ بينما يا اخواني الكرام كفى بالمرء اثما ان يحتقر اخاه المسلم، كي تحقر خوك المسلم وتشوفه ضعيف مستضعف وانت قوي سواء في بدنك او في جاهك او في مالك او في جماعتك او في عائلتك وتشوفه هو محتقر ذليل تروح تذله وتحقره ما زيد تدير والو، تكفيك هذيك يوم القيامه تلوحك في جهنم تقول يا ربي وين راهي اعمالي الصالحه؟ وين راهي اعمالي الصالحه؟ وين الحج؟ وين الصيام؟ وين الصلاه؟ وين كذا؟ يقول لك احقرت خوك المؤمن، يكفيك هذه ما نزيد لك والو، ذنب واحد يغرقك في جهنم، ألا وهو احتقار المسلم لأخيه، لأن هذا أخاك يا أخي العزيز، لأن في يوم ما يكون واقف معاك سندك ضد العدو، كيفاش تحتقره؟ كيفاش تضربه؟ فهمنا كيف؟ المفروض نحن لا تكون بيننا وبين أحد عداوة إلا بين الأعداء، بينما نحن إخوة، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين الخلص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بأدق وصف عرفه التاريخ على أنهم رحماء بينهم أشداء على الكفار، فهمنا كيف؟ على الكفار سبوعة ولكن على بعضهم بعض هينين كالغنم، فهمنا كيف؟ على بعضهم بعض هينين مثل الغنم، فهمنا كيف؟ ولكن على الأعداء أشد ضراوة من الأسود، فهمنا كيف؟ على العديان صحاح أشداء وعلى بعضهم رحماء، فهمنا كيف؟ يرحموا بعضهم بعض. وثبت أنا نعطيكم الآن يعني كمثال الرحمة تاع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الله تبارك وتعالى نسأل أن يقذف في قلوبنا هذه الرحمة التي انعدمت والعياذ بالله من 30 سنة من الاستقلال، الآن راحت الرحمة والناس الكبار اللي عاشوا في الثورة راهم عارفين كيفاش كانت الرحمة، وضربت لكم مثال قلت لكم الراجل يجي من الجبل هارب يسكنوا الراجل ويبيتوا مع بناته، فهمنا كيف؟ وما يخافش هذاك ما يعتدي والاخر ما يخافش منه، صح ولا ما هو صح؟ فهمنا كيف؟ يهرب ويجي فرنسا تقلب له داره ولا كذا ويجي مسكين هارب وما يعرف حتى واحد، ويطرق على اي واحد يقول لهم يا ودي راهي فرنسا حرقت لي البيت وراهي شردتني وراهي كذا، ويقول له ارواح يا اخي، كل واحد يقول انا نبيته انا نوكلو انا نشربه والناس يتباراوا عليه شكون يديه، فهمنا كيف؟ ولكن بعد ما جات هاي حياه الجزائر قال لك خلاص يا اخويا كل واحد يغلق الباب على روحه احذر صح، فهمنا كيف؟ راحت الرحمة ولا الإنسان ما يعرف حتى أخوه ما يعرفون بابا ويمه ما يعرفهم، شيخ وإخواني الكرام وهذه مصيبة كبيرة.
نضرب لكم أنا مثال بالرحمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف عالجها حتى بقيت هذه الرحمة في مستواها العظيم ولم تنقص أصلا بل ازدادت ازديادا عظيما. أن بلال يا إخواني الكرام بلال كلكم يعرف بلال أنه كان عبدا حبشيا يباع ويشترى فهمنا كيف؟ وكان بيد أمية بن خلف كان شراه أمية بن خلف واللي كان أحد كبار المشركين أعداء الله الآلي الداء كان هو شاريه ولكن لما جاء الإسلام أسلم دخل في الإسلام وهو لا يحسن العربية لا يحسن إلا أحد هذا ما يعرف لما أسلم يجيب سيده لأمية بن خلف عدو الله رأس الشرك يجيب يعذب العذاب الشديد يقول له كفرت يقول له آمنت بمحمد احنا بني عمو نعرفوه قرشيين ما سلمناش وما تبعناش وانت جيت من الحبش شريناك بالضراب البارح تبعت محمد ولي تبع فيه تعرف انت يا الدين هذا ولا ما تعرف توش تخلق فيها الشيء هذا إذن يعذب العذاب الشديد يا إخواني الكرام ولكن بلال يا إخواني الكرام كان إيمانه أرسخ من الجبال الراسية يا إخواني الكرام أثبت وكان يخرج للرمضاء في النهار تاع الحر يخرج للصحراء وكلكم يعرف في الصحراء في الأيام الحارة يا إخواني الكرام ما استطعت تحط رجله ويبطحه على ظهره ويبطحه على ظهره ويجيب له صخرة كذلك سخونة ويحطها له فوق صدره ويقول له ويجيب له قربة تاع المبارد ويبدأ يغرغر له فيها أمامه ويقول له أكفر برب محمد وسأسقيك ماعا وسأنجيك من هذا العذاب فلا يزيده إلا أن يقول أحد 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 ما يعرف غير أحد أحد وإنعم بها من كلمة فهي رأس التوحيد كله فمن كيف هذه هي التوحيد كله لأن ربي سبحانه قال محمد قل هو الله أحد فمن كيف قال له قل يا محمد قل لهم بل الله أحد كذلك هو أصدع بهذه كلمة وقال أحد أحد فهو يرددها دائما فمن كيف وهكذا في عذاب شديد حتى مر عليه أبو بكر الصديق وهو يتعذب وبعدين هذا مولى يباع ويشترى ما استطعش واحد يجي يقول علاش تعذب ولدك ولا تعذب خوك يستطع يتدخل ولكن هذا عبد يتباع ويتشرى ما يجيش واحد يقول له دخلك فيه يقول لك عبد شريته بفلوسي ما تتدخلش فهمنا كيف ما يجيب حتى واحد يسلكه ولكن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي أتي من الرحمة ما لا يعلمه إلا الله لما مر عليه وهو يتعذب قال له لأمي بن خلف ما رأيك أن تبيعنيه بيعوا لي قالوا تشتري قالوا هذا الأخرق تشتري قالوا نشتري ولكن لما عرف بالله أبو بكر الصديق مؤمن وسيجعله على دينه ويعتقه قد أشرط فيه شرطا يعني جاح مجحفة أشرط فيه واحد الشرط كبير واحد يشوفك راغب في حاجة يشرط لك شرط كبير به ما تنجمش سيدنا أبو بكر ولو شرط بزاف أشراه لما اشتراه أعتقه لوجه الله قال له روح راك حر يسمى ارفع راسك حتى واحد ما يزيد يعذبك لا يهضر معاك اللي يهضر معاك كلمة يهضر له 20 كلمة سمع اصبح حر فهمنا كيف هذا الراجل هذا لما اصبح حر على يد ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقلت لكم انا دائما الصديق وابو بكر يسمى الصديق ويسمى العتيق فهمنا كيف ابو بكر كناه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصديق وكناه بالعتيق لانه صديق من فرط تصديقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله ويسمى العتيق لانه كان يعتق الناس الضعفاء المستضعفين العبيد الذين كانوا يعذبون على أيدي المشركين وطواغيت الشرك فكان أبو بكر الصديق يشتريهم ويطلقهم لوجه الله فهمنا كيف هذا هو يا إخواني الكرام العمل الصالح ولما قال له أبوه وكان رجولا ضريرا بابات أبو بكر كان رجل أعمى وسمع باللي وليده رغير يمتفد رام ويشرف الناس ويسرحهم في سبيل الله قالوا يا بني تبذر مالك أنت تبذر في مالك فإن كنت فاعلا فاشتري عبيدا أقوياء فإذا احتاجت إليك الحاجة فإذا احتجت إليهم منعوك ودافعوا عنك فمن كيف قال يا وليدي انترك تضيع في الفلوس مع هذا الناس تشري وترمي قالوا حتى إذا بغيت ما تشريش هذا الناس اللي عيانين هذو اشري ناس صحاح واطلقهم كي تحتاجهم تلقى ناس صحاح أمامك فمن كيف يعني هذه نظرة تاع الجاهلية باباه جاهل هذه النظرة تاعه قالوا إذا بغيت تعتق اعتق ناس صحاح معروفين كي تحتاج يجوا يعاونوك واش قال لوليده قالوا يا أبتي إنما أعتقهم لوجه الله
ولا أعتقهم لنفسي. أنا راني نعتقهم لوجه ربي باش يروحوا يعبدوا ربي حرين، مانيش نعتقهم باش يعاونوني، ما نحتاجش أنا واحد يعاونني، لأنه مع الله. وفعلا الله تبارك وتعالى لم يحوجه إلى أحد منذ أن أسلم إلى أن مات وهو خليفة مرضي عنه من قبل الله ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. إذن هذا بلال، هذه كقصة موجزة على حياة بلال رضي الله تعالى عنه، أنه كان عبدا حبشيا، وأنه كان يباع ويشترى، وأنه كان يتعذب حتى اعتقه سيدنا أبو بكر. نرجع الآن قصة الرحمة يا إخواني الكرام. أبو ذر الغفاري معروف من قبيلة غفار المعروفة في العروبة، كابرا عن كابر، مؤصلة معروفة في تاريخ النسب على أنها قبيلة عربية عريقة. أبو ذر الغفاري هذا مرة ما أدري كيفاش اتغاضب مع بلال، فهمنا؟ اتغاضب على بلال، واش قال له؟ قال له يا ابن السوداء. أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال البلال، قال له هي وليدي الكحلة كما تقولوا انتم، هو وليدي الكحلة ولا شو وليدي؟ وليدي الكحلة، لأن إما كحلة وبابا كحل، ولد واحد كحل، صح هي صحيح، ولكن علاش يعيروا؟ قال له يا ابن السوداء، فهمنا كيف؟ هو صحيح إما سوداء ما كذبش عليه، ولكن ما يلزمش تنقال كلمة، لما يلزمش تنقال. بلال ما دار له والو، سكت، لأن إما سوداء وبابا سود هو أسود، سكت. لما سكت الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانش عندهم هذه ابن عمي وذا أخويا، هذا قرشي ما تهدرش عليه وهذا حبشي خليه، فهمنا كيف؟ قالوا هذا أخونا حبشي ولكن هذا حقر وهذا العربي، فهمنا؟ هذا العربي هذا اللي هو أبو ذر لما وجهه أحمر وأبيض وعينه زرق ولا عينه كذا، ها وحقر هذا الإنسان وتكلم في يمه. راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له، قالوا له راه أبو ذر الغفاري راه قال بلال يا ابن السوداء، وبلال راه سكت وما جاوبوش، فهمتوا؟ شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني الكرام معلم البشرية كلها والنبي الرحمة، فهمنا كيف؟ كيفاش يعالج الموقف هذا؟ لما جاء أبو ذر واش قال له؟ قال له طف الصاع، اسمعوا الذكاء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، طف الصاع. الآن هذه زمنا نوقفوا عندها ونفسروها علينا العربية ضعفت. انتم تقرأوا القرآن لما تشوفوا ويل للمطففين، صح ولا لا؟ يعني المطففين ربي فسرهم، فهمنا كيف؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، فهمنا كيف؟ إذا شرع للناس يستوفي، يقولوا يا عمر، فهمنا؟ كي يجي يشري يقولوا يا عمر يا سواسي الميزان نزل الكفة واش بيك، فهمنا كيف؟ صح كي يجي يشري، ولكن كي يجي يبيع يزرب باش ينقص. يعني أصبح هذا الجيل هذا لما يعود يشري يعمره، لما يعود يبيع.